وكل يوم يمضي عليك يا ابن آدم قرب لقدمك من باب القبر، وملك الموت ينظر في وجه كل واحد منا كل يوم 5 مرات، وملك الموت كما أخبر الحبيب المصطفى يعرف كل واحد منا أكثر مما يعرف الإنسان ولده. وقد ذكروا أن ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. فزار سليمان ذات يوم وكان احد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس ثم انصرف يا نبي الله؟ قال سليمان للوزير: ولماذا تسأل هذا السؤال أيها الوزير؟ قال له: لأنني رأيته ينظر إلي نظرات غريبة عجيبة. قال سليمان: إنه ملك الموت. فارتعدت أعصاب الوزير وتفككت أوصاله: لماذا ينظر إلي هذه النظرات؟ استحلفك بالله يا سليمان ان تأمر الريح ان تحملني الى بلاد الهند، فانا لا اطيق ان اجلس في بلاد رأيت فيها ملك الموت. قال سليمان: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله اذا كان قضاء الله قد حل بك؟ قال الوزير: أناشدك الله يا نبي الله أن تأمر الريح أن تذهب بي بعيدا بعيدا إلى بلاد الهند. وتحت إلحاح الوزير أخبر سليمان أوامره إلى الرياح، فحملت الوزير إلى بلاد الهند. وبعد أن وصل إلى بلاد الهند جاء ملك الموت إلى سليمان زائرا، وقال له: يا سليمان، لقد عجبت عندما رأيت هذا الرجل عندك في هذا المكان، لأن الله أمرني بقبض روحه في بلاد الهند، فلما رأيته جالسا عندك عجبت وقلت: يا رب، لقد أمرتني بقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في مدينة القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روحه ذهبت إلى بلاد الهند لأنفذ أوامر الروح، فوجدته في انتظاري ينتظر قضاء الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.